السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عذروني اذا تشوفوني بهاي الحالة، يعني اكو ناس قالوا نريد توضيح على هذا الموضوع. اجزاء من جروح بجسمي صارت، هذا الموضوع كله بسبب تارة فارس. وراح اكو واحد يقول لي ليش انت الوحيد بسبب تارة فارس انضربت وانت باوروبا؟ طبعا لا عبالكم اوروبا تحمينا من احد. راح احكي لكم سالفتي واقول لكم السوالف اللي صارت قبلي. قبل يومين طبعا رحت المكان اسمه الحي العاشر. هذا الحي العاشر هو مكان بيعرب هواية. تصور فيديو هناك، فشافوني 4 شباب صحوني قالوا لي انت مو علوش. انا عبالي يعني عرفوا القناة، دي يسألون على قناتي، دي يسألون على المحتوى. قلت لهم يتفضلوا. قالوا لي انت شكو تدافع عن تارا فارس، وانت شكو تسب الحكومة، وشكو تسب الميليشيات. وقاموا يغلطون على قبرها وقاموا يغلطون عليها. فاني صراحة ضجت، يعني قلت له اقول لك انت مو مهزوم من الحكومة؟ قال لي لا انا جاي سياحة. قلت له جاي سياحة هنا؟ أنا قال لي اي جاي سياحة، وافتر اوروبا كلها سياحة وارجع للعراق ايش وقت ما اريد. فعرفت انسان واصل، انسان عنده فلوس. المهم صار حكي بيناتنا. جرحوني اللي نقدني انه باوروبا اكو سكينة محددة تقدر تشيلها، يعني من يوقفك الشرطي ما يقول لك شيء، اللي هي سكينة لازم ما اقدر اشيل يدي هذا تأذيني، بس السكينة تقول هيك، يعني هيك عمقها، اذا كانت اكثر من هذا العمق ولزمك شرطي راح يسجنك. فهم كانوا سكاكينهم صغيرة، فقبل ما اعرف سوريين او عرب صاحوا عليهم بصوت عالي اوقف. ما شنو ما كنت اتذكر، لان كنت متأذي وواحد ظل يضرب براسي. طبعا من هاي الجهة من انا كله ومثل الدم متخثر وانضربت بعيني. المهم وقعت انا بالقاع، فاجوا ناس ركضوا عليهم، فقبل صعدوا السياره وطلعوا. طبعا عندي يعني تقرير مع الشرطه هناك. لهذا السبب صارت هاي العركه وياي، ولهذا السبب لا عبالكم اوروبا امان. واحد الجرائم اللي صارت همينه بمدينتي، انه اكو بنيه حامل قتلوها قبل فتره، هي والطفل مالتها ضربوها بسكينه. ناس كانوا شاربين مخدرات شافوها بالشارع، ظلوا يتحرشون بها وضربوها. واحد ثاني عراقي همينه قبل فتره بكافتريا، ده يطلع من كافتريا و4 شباب ما ادري 5 سوريين كانوا ضربوا السكاكين من هناك، قتلوه بالمكان. السبب مجهول، يقولون على مود النية، ما اعرف الموضوع صراحه الله يرحمه. وواي جرائم هنا تصير، فلهذا السبب هذا اللي صار وياي. مثل ما قلت اسف اذا تشوفوني بهاي الحاله حبايبي، محضر لكم فيديوهات جديده. اتمنى انه بس الدعم منكم، وانتظروا فيديوهات قويه ان شاء الله. وراح اسوي فيديوهات جدد ان شاء الله. احب اقول لكم تحياتي لكم، وشكرا للمتابعة. مع السلامة.